فضلك. نعم. حضرت ضابط المباحث موجود جوه؟ جوه. نقول له مين حضرتك؟ مهندس مختار زياد. كنت متقدم ببلاغ من 4 ايام بخصوص سرقه في شارع 8. دقيقه واحده. اتفضل. افندم. مهندس مختار زياد يا فندم. كنت متقدم ببلاغ من 4 ايام. انا فاكر يا استاذ مختار، وتاكد ان البحث جاري واحنا بنعمل كل التحريات. وانا واثق يا فندم، بس انا كنت جاي اقدم المساعده. مساعده؟ ازاي؟ سيادتك قريت جرايد النهارده وشفت الصور المنشوره فيها يا فندم؟ طبعا شفتها. هو ده يا فندم الانسان اللي سرقني، مكرم عبد القيوم، اللي كاتبين عنه وحاطين صوره في الجرايد. مكرم عبد القيوم؟ بس ده من اسكندريه يا استاذ مختار، وكل الجرايد المنشوره في اسكندريه والوقت اللي حضرتك اتسرقت فيه يا فندم. هو انا لو هغلط في العالم كله لا يمكن اغلط في الانسان اللي سرقني وسرق عمري. يا استاذ مختار ارجوك، واحده واحده عليا، ربنا يخليك. يا فندم سيادتك فاكر ان انا من 4 ايام اتقدمت لك ببلاغ بخصوص سرقه ال 30,000 عوض الالماس اللي في مكتبي بشارع 8 بالمعادي؟ طبعا فاكر. وفاكر كويس الملابسات اللي حكيت لسيادتك عليها واللي حصلت ليلتها؟ فاكر كويس قوي. وانت قلت لي انك خلصت شغلك متاخر وكنت على وشك انك تخرج، لكن فوجئت الباب بيتفتح عليا. خلي مكانك ما تتحركش. سيادتك انا كنت بقفل الشغل وماشي على طول، لو عندك عمليه ديكور او حاجه ناجلها لبكره. انا اصلا خطبت يعني. انت هتحكي لي حكايه؟ قلت لك مكانك ما تتحركش. ده مسدس وده كاتب للصوت، يعني لو ما سمعتش الكلام هتلاقي رصاصه في دماغك من غير ما حد يحس بيك. انا تحت امرك، عايز ايه؟ الخزنه دي فين المفتاح بتاعها؟ مفتاح؟ دي بأرقام. مفتاح. 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 افتح بسرعة. روح هناك. روح هناك. حاضر. روح اقعد. اوعى تتحرك. انت فاهم؟ فاهم. لو اتحركت. لا لا لا. هتلاقي رصاصة في دماغك. حاضر. ما تتحركش. ارجوك من فضلك بلاش العلبه دي. بقول لك ايه؟ ما اسمعش صوتك. ابوس ايدك. دي الشبكه اللي انا جايبها لخطيبتي، عوض الماظ من اياب نفسها، ومش عايزه غيره، ما اقدرش اجيب زيه. مش عاوز ولا كلمه، انت فاهم؟ طب انا ممكن اكتب لك شيك بقيمته وترجعهولي. اخرس خالص. حاضر. انت تقعد هنا ما تتحركش قبل نص ساعه. خالص. لو اتحركت هتلاقيني فوق دماغك. ماشي. واخد روحك. لا لا لا. انت فاهم؟ خلاص. ما تتحركش. اوعى تتحرك. عظيم جدا يا باشمهندس. انا فاكر اللي قلتهولي كله بالحرف الواحد، وفاكر اكتر انك قلت لي الدنيا كانت عتمه وما قدرتش تميز ملامح الراجل ده ولا تعرف صوته كمان. يا فندم انا ما كنتش اعرفه ولا عمر ملامحه عدت عليا، ما عرفتش اوصفه. جايز تحت ضغط الاضطراب قلت ان انا ما عرفتش اميزه، لكن يا فندم الصوره المنشوره قطعت الشك باليقين. هو يا فندم انا مش ممكن هنسى نظره عينيه ولا جبهته العريضه، مش ممكن. شيء مثير وعجيب فعلا. راجل لا تعرفه ولا يعرفك ولا شفته ولا شافك، واصلا في الوقت ده هو كان في اسكندريه، وبقدره قادر هيجي يسرق مكتبك اللي في المعادي؟ صعبه، لكن لازم الاقي لها حل. ما تشيليش هم انت يا فرحانه، طول ما انت بخير وولي العهد في امان الدنيا وما فيه. اصل انا كنت قلقانه عليك. بس انا ما صابنيش القلق إلا دلوقتي يا فرحان. ليه يا حاج كفل الشر؟ من ساعة ما دخلت وأنا شايفك كده متغيرة شوية، ولونك مخطوف وعينيكي زايغة وزي ما تكوني دبلانة شوية. ما هو أيوه شوفي فاتت عن بالي إزاي. أيوه، ما أنت في فترة وهم. شفتي اكمن الواحد بقاله سنين نسي. الف الف سلامه، مليون سلامه عليك يا حبيبتي. اطمني على جوزك، انا مش عايزك تشيلي هم حاجه في الدنيا خالص غير هم اللي في بطني. ايوه، عايزه يتغذى ويتقوى وينزل ولد طول بعرض يشرح القلب الحزين، ولد يقول للسبع في الزجوم وانا اقعد مطرحك.
فين يا شافعي؟ في حاجة يا فندم؟ صاحبك خلاص قرب يقع. موضوع نشر الصورة ابتدى يجيب نتيجة. ايه اللي حصل؟ في جريمة سرقة حصلت في اسم المعادي، واللي اتسرق بيأكد ان اللي عملها مكرم عبد القيوم. المعادي؟ امتى يا فندم؟ معرفتش. المهم ان نشر الصورة ابتدى يعمل شغل. يعمل شغل ازاي يا فندم؟ يعني ايه الجرائم تزيد جريمة؟ المهم مكرم عبد القيوم يا فندم، هو فين؟ هيظهر. هيظهر يا شافعي، هيروح فين يعني؟ وهنمسكه وهنخلص الدنيا من جرائمه. أنا خايف تكون الحلقة المفرغة عمالة توسع يا باشا، وكلنا من غير استثناء هنقع فيها. اللي شاغلني دلوقتي حاجة تانية خالص. حاجتين اللي بتتكلم عنها يا سلاصر، هو في حاجة دلوقتي أهم من الوكسة اللي احنا فيه؟ ما هو برضو الموضوع ده ما خرجش عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا مرات أبوي. إزاي يا أستاذ؟ ازاي اذا كنت بتقول ننسى موضوع الست ندى والارض اللي اتمكنت منها وخرجت من زمان املاكنا؟ ايه ده اخ مزروع، وبلاش تزربن علينا قوي كده. وبعدين ان جيتوا للحق يعني الارض ده في الاصل وفي الاساس ملك ندى. ايوه اظهر على حقيقتك، على وشك يبان يا ندغ اللي بان. هنرجع للتنبيط تاني يا مرات ابويا. قصدك يعني ان احنا شمتانين في ابونا؟ ده كلام يا مرات ابويا؟ لا يا سعداوي، الحكايه مش حكايه شماته. امال ايه الحكايه؟ اتكلم يا فونت يا متعلم، رد يا ابن ابويا. الحكايه انكم شركه. شركه؟ شركه مع مين بالظبط يا مزروع؟ شركه مع علناها بالنهيبه وجي جري بيها على البلد، شركه مع عطوه اللي سرق الختم. لا يا علي، اتلم في ليلتك دي فيه كبير قاعد مبسوط يا ابو الاعصر؟ مبسوط لما حتة عيل زي دي يتهم اخواته الكبار بان هم حراميه وقطعين طرق؟ لا بس يا زعيم المطارين، ابا احنا مش هنرد عليه. هسيبك انت بذات نفسك تحكم باللي تشوف. ما مش داخله مخي، ازاي عطوه يسرق الختم لوحده ليه؟ ها؟ باسم مين؟ من الست ندى؟ طب شافته فين؟ رسمت له الخطه فين؟ لكن اللي كانوا معاه في المعموره؟ بس كفايات بقى مزروع مار. بس انت وهو بس، لا تخكم بالنار واخلص من عرفكم. جراي يا عمدي، هتقعد عاطل في بطل ولا ايه؟ خلينا نلم الدور يا سعدية ونخش في المفيد. اللي هو ايه يا عمدي؟ الواد عطوه فين؟ غطس واتخفى فنهي نصيبي. دخنا عليه يا بابا لقناهوش، وفي الاخر فتحت عليه المندل، عرفت انه راح بلد اسمها نيو كاديلاندي، دي مقاطعه في فرنسا انا عارفها. انا عن نفسي لفيت عليه كل شبر في البلد يا عمده. اسال اهل البلد كلهم يابا، هيقولوا لك سالناهم، لفينا على كل دار ما خليناش. وانا من قبليهم يابا، مالوش اثر. تلاقي المدعوه اللي اسمها ندى هي اللي خافيه؟ لا ياما، اللي خافيينه ناس تانيين. اسمع يابا، انت لو ما خليتش الواد مزروع ده يبطل لغوته ما تضمنش ايه اللي هيحصل له، هناكله اكل كده. بس انت وهو بس، انتم مسؤولين قدامي، تجيبوه لي هنا وبعد يومين اذا ما جبتهوش انا مش بعاصف، هوقفكم طابور واطخكم بالنار زي خيل الحكومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله والشكر لله، لا أحصي ثناءً عليك يا الله، أنت كما أثنيت على نفسك. أشكرك يا رب، أشكرك على أنك تفضلت علي بالولد. اللهم يسر ولا تعسر، وارزقني بالولد، ارزقني بالولد، ارزقني بالولد يا كريم، يا رزاق يا كريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله يا حاج. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. سائل عليك من بدري، على الله يكونوا قالوا لك خير ان شاء الله. خير. ايوه بس انت ما نمتش من اول امبارح، هتسافر ازاي وانت في الحاله دي يا فندم؟ هنام ورايح في الطريق،
لكن اصبر على اني اكتشف الاسرار ده مستحيل. انا لو ما فهمتش واقتنعت بكل حاجه ممكن اتجنن ودماغي تلسع. عموما انا موافقك، مش همنعك، خصوصا انك هتكتشف قضيه يمكن تعمل لنا اكبر قلق. موضوع منصور النجمي ده مش هين يا شفعي، ده يمكن كمان يكون اهم من موضوع مكرم عبد القيوم. لا يا فندم، بالنسبه لي انا مفيش موضوع اهم من موضوع مكرم عبد القيوم، ولا يمكن اتنازل عن اني افهمه. بس ارجوك يا فندم لو حصل اي تطورات تبلغني على المحمول. اطمن، يمكن ابلغك بالقبض عليه وانت لسه في السكه. خد معاك قوه كافيه وخلي بالك من نفسك. تمام يا فندم. وانا برضو موافق على طلوعك المأمورية في اسرع وقت يا سيادة النقيب. متشكر يا فندم، ويا ريت سعادتك تعتمد لنا كشف القوة اللي ماضي عليه سيادة رائد عبد الخالق. ماشي، ادي يا سيدي الاعتماد، وخلينا دايما على اتصال مستمر. ها، ويا ريت نجمع كل الحقائق مع بعض في وقت واحد. صورتنا لازم تبان على احسن ما يكون، خصوصا قدام الناس اللي مهتمة بالقضايا المثيرة اللي حصلت هنا الايام اللي فاتت. تمام يا فندم. مش هسكت ولا ارجع غير لما اعرف ايه اللي وراك يا صدفه. ده انت يا بنت اديلك ساعه عماله تحلمي بكوابيس وعماله تزومي الشر بره وبعيد، ده غير ان وشك عليه غضب الله، وغير الخطرفه اللي انت نازله تخطرفيها طول ما انت نايمه. ابعدوه عني، مش انا، والله ما انا هو السبب. هو مين ده يا بنت السبب؟ وسبب في ايه يا بنت ابويا؟ وانت مالك؟ انتي مالك ومالي؟ تكونيش عامله لي فيها وكيل نيابه؟ بقولك ايه؟ اطلعي من دماغي يا حسن احسن. ده بعدك يا صدفه، والله لما تعملي اللي انا قلتلك قبل كده اقطع دراعي خمس صوابع وكوع ان ما كنتي مخبيه كارثه. يوه يا حسنى، بصي يا صدفه، الظاهر انك مش ناويه تجيبيها لبره. انا هسقط دلوقتي على ابويا العمده وهقول له على الهلوسه اللي انت كنتي عماله تهلوسيها طول ما انت نايمه، وعلى الواد ابو قصه بتاعك، وهو بقى يتصرف. ابو قصة؟ هو مش برضو اسمه عمرو النجمي؟ كنت عماله تقولي اسمه طول ما انت نايمه. عمل ايه معاك الواد ده يا صدفه؟ عبطك واستهتارك وجنانك وصلك معاه لحد فين يا بنت عثمان؟ معاش اللي يقول علي عبيط. هو كان فاكرني في الاول عبيطه، بس انا وريته العين الحمراء ودفعته الثمن. ايه يا سعده ويا اخوي، فيها ايه؟ ما شافوهمش هما بيسرقوا؟ شافوهم هما بيتحاسبوا؟ انت وعدت يا عصر. والله عصر عندي وعده، وانا شاهد يا سعداوي. بس يا اخوانا الحكايه لازم تترتب بالراحه ومن غير ما حد يحس. اديكوا شايفين الوليه الحربيه اللي اسمها سعديه وابنها المتحفلت قوي، شاكين في صوابع ايديهم ومخونين. انتوا قلتوا هتتمموا العمليه، يعني هتتمموها. فيها ايه بقى لما نرسع الدور ونعرف كل حي له ايه؟ ما فيهاش حاجه، كل ما هنالك عايزين شويه وقت عشان نعرف الغنيمه، الغنيمه اللي هننقض عليها زي الصقر وما بقاش ورانا دليل. يا سلام يا اخوي، هي دي بقى العقده؟ ايوه هي دي العقده، ومش اي عقده يا سعداوي. طب ما نهبر اللي نقدر عليه ونخلص قوام قوام وبدري بدري، ولا هنفضل كده نفرش في الغنايم قدام ده حته حته؟ بدري بدري، هو بغباوته طول عمرك غبي يا اخويا. اعصر، احنا ما اتفقناش على كده. ما انت اللي خليتني لساني يطول عليك يا اخويا. دي ما خلاص يا اعصر، هتخانق قدامي. وانت برضو يا سعداوي لو تشغل مخك ده شويه هتفهم انه ما ينفعش ان احنا نقفش كل حاجه مره واحده. ليه؟ هيتكشف على طول ان احنا ورا الملعوب ده، وخصوصا ان احنا اللي عارفين بخبايا املاك ابوك بالفدان والسهم. يعني هنلبسها هنلبسها. ايوه بس الواد عطوه. ايوه هو عطوه،
عطوه يعرف هبابه، احنا نلعب في الهبابه دي عشان لو حصل حاجه عطوه يروح فيه لا مؤاخذه ويفضلنا الملعب نبرطع فيه للصبح. يا سيدي على الكلام المتستف. ايوه بس الحكايه دي هتاخد وقت. ما تاخد اللي تاخده. ابوك مقتنع 60% 70% ان هو عطوه، يصطفوا الاتنين مع بعض ونفضحنا بقى السعديه وابنها لغايه ما نجيب لهم شلل. يا سلام، اهو انت بجد زعيم المطارين، شايف الكلام المتهنت زياد؟ ايوه ماشي، بس برضه نحسب كل حي له ايه؟ ان شاء الله يا رب ترسي على قيرتين مش فدانين. من العين دي قبل العين دي. قلبي عندك يا منصور يا اخويا، انا ما عرفتش الموضوع ده والله غير بالصدفه. كنت بسال على موضوع البنت شغاله في القسم وعرفت حكايه ابنك. مأساة مأساة جعفر يا اخويا. دي عين وصابتنا. انت فاكر الحكايه اللي انت حكيتها لي عن الصفقه من 50 مليون يورو؟ ايوه فاكر. اكيد الناس اللي انت اخدتها منهم هيتجننوا. الحقد يا منصور يا اخويا، الحقد. الكحكه في ايد اليتيم عجبه. يجوا ايه ال 50 مليون يورو في اللي عاملين يعبوه في كرشهم؟ الصفقات التخينه اللي بالمليارات. وادي اللي انا بعمله ده كله بين الحياه والموت. وبعدين يا منصور يا اخويا، اثبت مال طول عمرك قوي وزي الجبل. ايه الاخبار يا دكتور؟ اخبار مشجعه جدا يا باشا. حقيقي؟ طبعا حقيقي. انا لما كانت الحاله حرجه ما خبيتش عليك وقلت لك التحسن اللي احنا فيه ده لو استمر لغايه بكره انا هسمح له انه يتكلم وهنقله الوضع عاديه ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور، انا مش عارف ارد لك جمايلك دي ازاي. كفايه رضا سعادتك علينا يا باشا. بعد اذنك يا باشا. الحمد لله، احمدك يا رب. شفت بقى انا وشي حلو عليك ازاي؟ شوف يا جعفر، لو عندك اي عمليه كبيره عايز تعملها انا مستعد اشاركك فيها، بس ادعي معايا ان ربنا يقوم لي عمري ابني بالسلام. هيقوم يا نجمي، هيقوم بالسلامة ان شاء الله. يا رب يا رب. كويس قوي، يبقى اطمنت وبالك ارتاح. من ناحية صاحبك منصور بيه، في حاجة تانية تمنع سفرنا؟ سفرنا؟ أيوة يا جعفر، أنا مش طايقة أعيش في المعمورة دقيقة واحدة. سبحان مغير الأحوال. أنا زهقت، من حقي أزهق. أنا ما قلتش حاجة، لكن الحكاية مش حكاية زهق وبس. مش زهق وبس يعني إيه؟ يعني أنا ملاحظ كده من ساعة ما جيت إن نظراتك مش طبيعية. لا مش من ساعة ما جيت، من امبارح. أبدا أبدا يا جعفر، أنت بس اللي متهيأ لك. أنا اللي متهيأ لي؟ دي نظرات واحدة طبيعية عايزة تقطع أجازتها وفسحتها لمجرد إنها زهقانة. أنا أصلي ما تكدبيش. من إمتى وأنا بكدب عليك؟ أنا ملاحظ كده إن في حاجات مهمة مخبياها عليا. أبدا والله، أصلي الواد شعبان جايب ناس بيئة قوي في الشقة اللي تحتينا، يعني في الطلعة والنازلة، ناس معفرة زي ما يكونوا عمرهم ما شافوا اسكندرية قبل النهاردة. بس كده؟ أيوة والله. وعلشان اثبت لك، لو عايزنا نطلع من هنا على الساحل الشمالي او مطروح انا موافقه. المهم اننا نسيب اسكندريه، انا مش طايقه اعيش هنا دقيقه واحده. ارجوك ارجوك يا جعفر ريحني. انا عارف يا حبيبتي ايه اللي شغلك ومغيرك. عارف ايه؟ صباح مالها؟ اكيد اتاثرت باللي حصل. انا عارف رقيقه وقلبك كبير. بيني وبينك انا نفسي اتهزيت، اصل انت ما شفتيش المنظر البشع. الحيوان المفترس قتلها من غير لا رحمه ولا شفقه. ارجوك كفايه يا جعفر كفايه. مش قلت لك ان هو ده السبب الحقيقي؟ انا مقدره فعلا وموافق على السفر. جهزي الشنط وبعد الغدا هنسافر على طول. ده ايه اللي هيقعدك في اسكندريه؟ طبعا
ما انت خدت المفيد ورتبت امورك مع اهل ميرفت واسبوع ولا اتنين ونعمل الخطوبه. جرى ايه يا نجات؟ انت عايزاه يبعد عننا ليه؟ ايوه يا ستي يبعد علشان يقرب. ايه دي الفزوره دي بقى ولا ايه يا حبيبي؟ هو انت مش لازم تنزل مصر علشان ترتب امورك، تمد الاجازه، تشتري لوازمك، ولا هي الخطوبه دي كلمه والسلام؟ والقضيه اللي مفتوحه فلوسي اسيبها نجات. وانا رحت فين وميرفت كمان؟ ولا معرفها اللي مالهمش اول من اخر؟ سافر انت واطمن واحنا هنتابع القضيه. ورغم انك انت هتوحشني يا استاذ محروس، لكن كلامنا جت ما يتعيبش يا ستي. دول اسبوعين هيعدوا هوا، وليك عليا احجز لك احلى قاعه في اسكندريه، واعزم لك نص اسكندريه كمان. نص اسكندريه مش كتير ده نجات؟ ماشي يلا، حكم القوى على الضعيف، بس ارجوك اوعي تصهين عن قضيه السرقه. اصهين وحياتك؟ لقلب لك الدنيا لحد ما تظهر الحقيقه. مش عارفه ليه قلبي حاسس ان البلوه اللي اسمها عزه دي مش هتستحمل الحبس، وهتقر على اللي عملها، سواء هي ولا اخواتها اللي طلعوا سوابق. يا بنتي ارحمي نفسك بقى. انا عن نفسي خلاص شلت الموضوع ده من دماغي تمام عشان ارتاح. شلتيه من دماغك؟ بقى مكرم عبد القيوم يتشال من الدماغ برضو يا سلوى، ومن القلب كمان. من فضلك من غير تلميحات. ما هو انت بصراحه هتجننيني معاكي كل يوم بحال، مره عاش اولهان وعماله تقولي في شعر في الرايحه وفي الجاي. ايش نزار قباني على كامل الشناوي على فاروق جويده، وفجاه قلبتي 180 درجه واقتنعتي انه اكبر مجرم على وش الارض، وديكي دلوقتي رجعتي تاني تحني. ممكن بقى ترسيني معاكي على بر؟ يعني انت نفسك عمرك ما مريتي بنفس المراحل دي؟ لا طبعا، في الجامعه ياما غيرت وجهه نظري، مره يمين مره شمال يمين شمال، لما استويت. اشمعنى بقى يا بنتي؟ انا اللي كانت بتحيرني قضايا فكريه ومذاهب فلسفيه في الفكر والاقتصاد، لكن ما تفرقش، الوقوف قدام الحقيقه ما هوش سهل، معركه تحتمل التغيرات من غير حدود. طب ممكن افهم بقى ايه اللي فجاه كده خلاكي تغيري وجهه نظرك؟ كتير اتنازلوا عن بلاغاتهم، سحبوا اتهاماتهم لمكرم عبد القيوم، اخرهم صدفه بنت العمده اتضح ان مش هو اللي سرق سلسلتها الذهب. وده معناه ايه بقى ان شاء الله؟ معناه ان هو بريء كده من كل الاتهامات اللي توجهت له؟ لا، لكن معناه ان مفيش حاجه مطلقه، كل شيء خاضع لاه او لا، كل شيء. بس انت دخلتي نفسك ودخلتينا معاكي في متاهه. يا لهو بالي، ما سالتيش نفسك يا صدفه ايه اللي ممكن يحصل لو الواد ده مات وتعرف ان انت اللي قتلتيه؟ ما تخلينيش بقى اندم اني فتحت بقي معاكي وقلت لك الحقيقه. يا فرحتي يا اختي بالحقيقه السوداء اللي امر من العلقم اللي ذبحتيني بيها يا صدفه. وبعدين انت يا بنت ما قريتيش غير لما حسيتي ان ابوكي العمده نفسه ممكن يضغط عليكي اكتر مني. انا ما ضربتوش ضرب موت يعني. العن واضل. ازاي بقى؟ ما هو لو كان مات كان يمكن سرك يندفن معاه، لكن ان عاش بقى هيدل عليكي وهتروحي في داهيه يا ست الحسن والجمال. مش هيقول حاجه. ليه؟ تكونيش قطعتي لسانه بحركات الكاراتيه بتاعتك يا مفتريه. برضو مش هيقول حاجه. ايه يا بنت اللي مخليكي متاكده كده انه هيسكت؟ كرامته. نعم يا اختي، هو اللي زي ده ابو قسطى الخرع عنده كرامه؟ عنده اسمه واسم ابوه اللي بيلمع واللي هيخاف عليه انه يتخدش. هيشتري يا حسنى، هيشتري اسمه ولا يمكن هينطق بالحقيقه. معقوله هيقول لهم حته بنت فلاحه هي اللي ضربتني وعدمتني العافيه؟ وهم دول بيحسوا يا بنت؟ طبعا بيحسوا، هما مش بني ادمين زيي وزيك ولا ايه؟ بيحسوا بكل اللي بنحس بيه، بالقلق والخوف والضعف والحيره. ايوه انا متاكده دلوقتي ان هو مش هيتكلم. تراهنيني؟ اراهنك، ولو طلعت منها في شنك هاخد السلسله الذهب التقيله اللي عملت لنا بيها في المهندي هناك. Thank you.
اخيرا يا مكرم، حل اللغز بقى في ايدي. السلام. لا 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 اله الا الله. سيادتك كنت بتحلم؟ ها؟ الظاهر كده. ألف لا بأس عليك. ألو، فينك يا نقيب؟ وصلت ولا لسه؟ فين؟ طيب تمام. لا أنا أخباري تمام الحمد لله. اسمع شفعي، انا عايزك تجيب لي البنت بنت العمدة دي من شعرها، وانا هروح حالا اطمن منصور النجمي. لا 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 لا، عايزين نتحرك واحنا في امان يا شفعي. طيب يلا مع السلامة. مش قلتلك يا انسة كله هيتحل وفي وقت واحد؟ حكاية المعادي دي جديدة لانج، تفتكر صحيح هو اللي عملها؟ جايز جدا، مش معقول صاحب البلاغة هيكون بيتبلى عليه. الله، طب ما صدفة كانت بتتبلى عليه. لا يا بابا، صدفة ملهاش علاقة بأي حاجة من الحاجات اللي حصلت ديت. هي اسمها صدفة؟ مش هي يا بابا. يا ولد انت هتستعبطني ولا تستعبط نفسك؟ أنا مش عايز أشد عليك عشان انت يدوب لسه خارج من العناية النهاردة. بابا أرجوك لو كنت خدت تصرف، أي تصرف ضد صدفة علشان خاطري ارجع عنه. يا ابني انت هتجنني، انت مش كنت خارج تقابلها؟ أيوة يا بابا. والشاليه اللي انت كنت متلقح قدامه مش ده الشاليه بتاع الحركات؟ على فكرة أنا مش كلوديا، أنا فاهم كل حاجة. يا بابا إيه؟ مين اللي خرشمك وكان عايز يموتك؟ مين اللي ليه مصلحة في كده غيرها؟ لأ، إذا كان على اللي ليهم مصلحة فاللي ليهم مصلحة كتير قوي يا بابا. أنت ناسي منافسينك اللي دايماً بيهددوك، اللي نفسهم يخلصوا منك ومني في أقرب فرصة وفي ضربة واحدة. منافسيني؟ أيوة يا بابا. حضرتك ناسي في كم ملياردير في السوق من أعدائك؟ حضرتك ناسي لعب البورصة اللي... بس أنت كنت خارج تقابلها عشان تنتقم منها، وأنا عارف انتقامك كويس قوي. خدتها على الشاليه وما حصلش يا بابا. ما جاتش. اللي ضربوني كده رجالة قبضيات، حاولت أهرب منهم ما قدرتش، لحقوني على الشاليه وحصل اللي حصل. عمر أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟ أنا متأكد من الكلام ده كويس أوي يا بابا، وهو ده الكلام اللي هقوله في التحقيق. ألو، سيادة رائد عبد الخالق. بقول لك ايه يا سيادة الرائد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا، يا ألف مرحب بالحكومة. قول لي يا حاج، بيت العمدة عثمان فين؟ يا سلام، ده ايه الشغل التمام دي؟ عرفت قوام كده باللي حصل؟ هو ايه اللي حصل يا حاج؟ حكاية الوضع عطوي اللي لها في ختم العمدي وفلسع. انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ الا متأكد، ده البلد كله ملهاش سيرة من امبارح غير سيرة العمدي وختم العمدي. الله، يعني في دلائل مؤكدة بتقول ان اللي اسمه عطوة ده هو اللي سرق ختم العمدة؟ وتطلع ايه الدلائل دي؟ دلائل يعني دليل يعني دليل؟ الا دليل، هو في دليل اكتر من اللي حصل في ارض الست نادي؟ ده الوضع عطوة نفسه هرب وفلسع لما حس انه انكشف. مش ممكن. لا، وانت عدم المؤاخذة مش جاي برضه بخصوص الحكاية دي؟ ها؟ اه تقريبا.
تقريبا. خير يا منصور باشا، ايه الخبر اللي سعادتك قلتهولي ده؟ دي مفاجأة كبيرة قوي. ده احنا خلاص كنا واخدين اجراءاتنا في القبض على البنت. وصلت لها؟ طبعا يا باشا، مش دي اوامرك؟ هي اوامر تتنفذ بالحرف. كنتوا عملوا تحرياتكم يا اخي ولا انا ليا سلطة على المباحث؟ انا كنت شاكك لكن الحقيقة طلعت حاجة تانية. لو سعادتك تذكر انا كنت علقت على النقطة دي وقلت ان الضرب ده مش ممكن يكون ضرب بنت ابدا. كنت ماشي اللي في دماغك يا اخي. ايه ده؟ هو الواحد لازم يعمل كل حاجة في البلد دي ولا ايه؟ في اخبار جديدة من فضلك. انت ايه اللي جابك هنا؟ دماغي متبرجلة، عايزة اتابع موضوع مكرم عبد القيوم لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، ومفيش افضل منك ممكن يساعدني على كده. انت اخينا. ايوه تمام يا فندم. العمدة موجود؟ ايوه موجود. طب اجري قول له ان انا عايزه بسرعه. حاضر يا باشا. طب العمدة ايوه. حضرة الضابط بتاع اسكندرية وبر. اهلا وسهلا. فاكرني؟ طبعا فاكرك، معقول انساك؟ ايه؟ اتفضل. كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي يا عمدة، صدفة بنتك فين؟ صدفة؟ مش عارف. موجودة ولا مش موجودة؟ طبعا موجودة. طيب عايز اشوفها. افندم يا باشا. ايوه يا شفعي، انت فين يا اخي؟ بقالي ساعه بطلبك خارج نطاق الخدمه. ايه؟ وصلت واقف مع العمده؟ طب اسمع يا شفعي، اصرف نظر عن حكايه صدفه دي خالص. ايوه زي ما بقول لك كده. لا ما بقتش مطلوبه. لا يا سيدي، الولد بنفسه هو اللي برأها. تبقى بريئة من غير شك. خلاص يا شفعي، طب هنعمل ايه؟ عارف ان الحكاية بقت غريبة ومهببة وزي اللوغاريتم. ايه؟ اغرب من كده؟ مفاجأة ايه؟ بتقول ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شفعي؟ ده مش كلام يا فندم، دي الحقيقة اللي أنا شايفها بعناية وسامحها لقدامي. يا فندم دي حقيقة ما فيهاش فصال. مش مكرم هو اللي سرق الخدمة، ده غفير من غفر العمدة عايز يستغله لمصلحته الشخصية. يا فندم دي الحقيقة اللي أنا شايفها بعناية، وكده الموضوع اتقلب ورجع للنقطة اللي أنا توقعتها زمان. طب بعد إذن سعادتك أنا هنهي المسألة هنا وأرجع المعمور على طول، لأن لازم نقعد مع بعض ونشوف الموضوع بزاوية تانية، زاوية نحكم فيها المنطق. ماشي يا فندم، اتفضل سعادتك، مع السلامة. يعني اللي بيحصل ده معناه ايه؟ هنجرها انا كمان في دايرة الشك والبلبلة. هو ايه اللي حصل يا سيادة الرأي؟ في ايه يا انسة؟ هو انت تاني؟ قلت لحضرتك ان انا على وشك الجنون، لازم تقولي كل حاجه عن مكرم عبد القيوم، والا هعتبركم مسؤولين عن كل اللي بيحصل لي. زعزعت استقرار انسانه والمساهمه في تدمير عقلها،
ودي جريمة، ما تقلش عن أبشع جريمة. اللهم طولك يا روح. قال لك إيه النقيب شفعي لما أكدت له إنه صدفة بريئة من موضوع ابن منصور النجمي؟ أنسة مديحة، هو أنت عايزة إيه بالظبط؟ قسما بالله العظيم لا تربق المعموره على اللي فيها. ما انا عارف ان الليله دي مش معديه. يا انسه انت مش شايفه ان انت كده اتاخرتي على بيتك واهلك وناسك؟ مفيش حاجه اهم من اني افهم وان دماغي تبقى سليمه ومش حاسه بتوها. انا برضو مفيش حاجه اهم غير اني افهم. أنا ممكن أعمل لك إيه بالظبط؟ تقدر تقولي اللي بيحصل ده معناه إيه؟ صدفة وطلعت بريئة، ومش مكرم هو اللي سرقها، وختم العمدة أنت بتقول دلوقتي إن مش هو اللي سرقه، ولا فلوس ولا ذهب مدام أمينة، تقدر تقولي ده بقى معناه إيه؟ أقول لك وما تزعليش؟ أنا؟ أزعل ليه؟ إيه المناسبة؟ لأن الكلام ببساطة كده معناه ان انت عايزه مكرم يطلع بريء، بتتمني كده. لا انا بتكلم بالمنطق. طب ما هو بنفس المنطق برضو اسالي نفسك، مين اللي سرق الاستاذ محروس التلات ارباع مليون جنيه ورزمه الفلوس اللي احنا لقيناها عند زيزي الرقاصه واللي طلعت من نفس فلوس محروس؟ ده غير الحوادث اللي اتبلغ عنها في اسكندرية ومحدش تنازل عنها. ده غير الحادثة بتاعت المعادي اللي لسه متبلغ عنها من شوية. مش برضو المنطق هنا يقول ان مكرم عبد القيوم ده يعتبر مشتبه فيه؟ لا المنطق بيقول بقى اننا نستنى لغاية ما نشوف الاتهامات دي هترسي على ايه. الاتهامات اللي كانت في بدايتها فظيعه والادله واضحه، مين كان يصدق بقى ان مكرم كان ممكن يتبرأ منها؟ ايه اللي يمنع ان نفس الامور دي تتكرر تاني؟ يا انسه احنا هنا في واقع، ما احناش في فيلم سينما. في سينما يا فندم بتبقى اصدق من الواقع نفسه. بصراحه انا مش عارف المناقشه البيزنطيه معاكي دي اخرها ايه. الو، ايوه انا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ايوه. وامتى حصل الكلام ده؟ لا 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 طبعا متشكر جدا. لا هي فعلا معلومات في غايه الخطوره،
بس ان شاء الله تبقى معلومات مفيدة ومشجعة. لا متشكر يا فندم، متشكر. طيب مع ألف سلامة. ايه قبضوا عليه؟ جريمة جديدة حصلت في دمنهور، واللي بلغ عن السرقة أكد إن اللي عملها هو مكرم عبد القيوم.